في 30 مارس من عام 1842 توفيت الرسامة الفرنسية إليزابيث سبرو. تعتبر الفنانة من أشهر رسامي فرنسا. قامت الفنانة برسم لوحات البورتريه لشخصيات شهيرة بالمجتمع الفرنسي، كما قامت برسم ملكة فرنسا ماري أنتوانيت. وتعتبر لوحات الرسامة إليزابيث سبرو تجسيدا لذلك العصر الفرنسي، حيث نقلت في رسوماتها ملامح وتفاصيل الطبقة الراقية. توفيت الرسامة عن عمر ناهز 86 عاماً.